صابر علي الطماني، الشهير بصابر جوجل، نصاب محترف. لما تبص في مرايتك يا فاروق، اول ما تلمح المعايب واعلن عنه هيبقى 100 ميزه. هتستحمل مني كتير يا صابر. اكتشفنا انه كان سجين وهرب اثناء ترحيله. دي اخر عمليه يا صابر، انا عايز اخلف حته عيله اربيه في النور. انت هتقطع الفستان يا حيوان. حيوان؟ زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمكشوف. يا جوجل يا جوجل 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 يا دي البهجة اللي انت بها دي، مقابلني في باريس. عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش كذبك دلوقتي عندك فيلا. طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ الحكومة محتاجاك. انا راجل طول عمري بلعب بيزنس، السياسة دي مش لعبتي. عكست يا صاحبي، خلي بالك من نفسك. هزعل وهجيب ناس تزعل. الزمن ده زمن عمر المشاكل. قبلي جيب مي فايف يا حبيبي، دي وعهد الله. جيب مي فايف كده.